علي ابن النعمان القاضي هو أول من ألقى درساً بأحد المساجد المصرية، فما هو؟ الأزهر؟ الأزهر، ما فكرتيش. في شهر صفر 365 هجرياً، أكتوبر 975 ميلادياً، الأزهر. بص الدكتور أحمد نفسه يسقف. سقف، إجابة صحيحة، في الأزهر الشريف فعلاً. برافو عليك يا دكتورة ريهام، عشانات النتيجة اتغيرت. 30 عيلة زيات، 40 عيلة نازي.